ومن تأمين حدود الدولة وتأمين الوطن إلى تأمين امتحانات الثانوية العامة، طبعا خطة بتضعها الحكومة لتأمين الامتحانات، واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي فيها طبعا تقرير من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان. الخطة بتشمل إيه؟ الخطة تم إعدادها من قبل قطاع الطب الوقائي بالوزارة لتأمين الامتحانات، وطبعا عشان الحد من فيروس كورونا أثناء أداء الامتحانات. وزارة الصحة والسكان وضعت الخطة اللازمة من خلال الإدارة، أو من خلال طبعا العملية، من خلال إدارة العملية التعليمية، من خلال بيئة صحية مؤمنة ضد انتشار الأمراض طبعا المعدية، خاصة فيروس كورونا. وذاك على كافة المستويات، سواء من المنشآت والإدارات والمديريات التعليمية، إضافة إلى قيامها بوضع المعايير والشروط الصحية الواجب توفرها في الأماكن. خلونا نعرف تفاصيل أكتر. هيكون معنا الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة لشؤون الإعلام والتوعية. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم، تحياتي لحضرتك والأستاذة دينا. دكتور خالد مساء الخير على حضرتك، وبالتأكيد الثانوية العامة السنة دي هي ظرف استثنائي على كل المقاييس، مش بس بسبب مخاوف فيروس كورونا، لكن بسبب الظروف التعليمية اللي مروا فيها. لكن خليني أسألك على الجانب الصحي دكتور خالد، هل حضرتك شايف أنه السنة دي الأمر أكثر سهولة، أو أكثر كل الموظفين القائمين على العملية التأمينية الصحية يعني أكثر تدريبا السنة دي بقياس بالعام الماضي اللي كان فيه انا عارفه ضغط عصبي كبير عليكم؟ يعني خليني اقول لحضرتك، احنا الحمد لله كحكومه مصريه حصلنا على ثقه في تنظيم الاحداث سواء التعليميه او الثقافيه او الرياضيه اللي نظمناها منذ العام الماضي بمشاركه الحياه. كان عندنا اعداد كبيره من الوفود المحليه والاجنبيه من جميع انحاء العالم، زي كاس العالم لكره اليد، وزي مهرجانات عديدة جدا اتعملت، وأنشطة ثقافية الحمد لله عدت بسلام، يعني وضع خطة وقائية محكمة فيها كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية. الخطة المتكاملة دي لما بتطبق طبعا بتفرق، وده بدعم كبير من القيادة السياسية ومن الحكومة ان احنا نقدر يعني نطبق هذه الخطة، والحقيقة المواطن بيساعدنا في التزامه بتلك الإجراءات. احنا يمكن الأعوام السنة اللي فاتت عملنا من امتحانات الثانوية العامة، والحقيقة عدت بنجاح، وده ساعدنا ان احنا نخوض التجربة دي تاني، ويتم إعادة فتح المؤسسات التعليمية مع بداية العام الدراسي 2021. يمكن احنا في الشهور الاخيره، وبعد ما اصبحت اللقاحات متوفره سواء عالميا او محليا، وفي اهتمام كبير من القياده السياسيه باتاحتها في الدوله المصريه بكميات كبيره، بدانا في تطعيم الفئات الاكثر عرضه زي الاطقم الطبيه، كبار السن، مرضى الامراض المزمنه. وده يخليني اسال حضرتك، انا عايز اسال كمان عن المدرسين. احنا عرفنا انه المدرسين كانوا من القطاعات الاكثر يعني كانوا بتولى اهتمام شديد في التطعيم، هل تم تطعيم معظم المدرسين؟ زيهم زي قطاعات السياحه والطيران والصناعه والقطاعات الاستثماريه اللي احنا الدوله اولتها اهتمام كبير، كان ايضا يعني من على راس المستهدفين تطعيم العاملين في وزارتي التربيه والتعليم والتعليم العالي بكل مراحلهم، مراحل الثانويه العامه والجامعات والكليات، كل المراحل. وده يعني جزء اصيل من ان احنا نقدر نطبق خطه وقائيه، واحنا مش قلقانين، لان بالفعل في تطعيم مع خطه وقائيه، بالتالي ده بيساعدنا على منع انتشار فيروس كورونا داخل المؤسسات التعليميه. وده برضو خليني اقول لحضرتك، يعني من احد اهم محاور الخطه ان احنا يبقى عندنا اليه للاكتشاف المبكر لاي حاله قد يشتبه في اصابتها، والعزل الفوري لهذه الحاله لحين تاكيد الاصابه او نفي الاصابه، والاثنين واردين، وتقديم العلاج المناسب في حاله تاكيد الاصابه، وبالتالي ده بيمنع تسرب الفيروس من نطاق المنشاه التعليميه دي للمجتمع المحيط بها او العكس. يعني تاكدنا بالتنسيق مع التربيه والتعليم على الشروط الصحيه الواجب توفرها في المنشات التعليميه من حيث التهويه الجيده، من حيث التباعد، ده امر طبيعي، من حيث منع التدخين في كل انحاء المبنى التعليمي، من الاضاءه المناسبه، مصدر مياه امن عن طريق شبكه مياه بتخضع لاشراف صحي، كل دورات المياه اللي يبقى فيه عدد كافي من دورات المياه الصحيه، ويبقى فيه وسيله صرف صحي امنه. بعد كده بنتكلم انه لازم يتم تطبيق كافه الاجراءات الوقائيه على كل عناصر
العمليه التعليميه، بمعنى انه الطلاب العاملين المراقبين المشرفين الزائرات الصحيات الاجراءات مش بس بتقف عند كده، ولكن كمان بيتم تعقيم كل العناصر اللي موجوده وكل الاماكن اللي ممكن يكون فيها تجمعات دخول او خروج زي بوابات المدارس، السلالم، الفصول نفسها، يعني اي حاجه هيمر بيها الطالب او خط سير الطالب. طب كمان دكتور المراقبين لازم يساعدونا في قصه التزامهم بارتداء الكمامات، اتباع تعليمات مكافحه العدوى، يعني تطهير الاسطح ودورات المياه، لان ده دور طبعا ليهم، هم يعني معاودين لينا في تنفيذ تلك الخطه. طب دكتور من فضلك بعد اذنك، عملنا الجزء التوعوي الخاص باللافتات الارشاديه والتوعويه اللي فيها طرق انتقال العدوى والاجراءات الوقائيه اللي لازم اتباعها للحمايه من العدوى، بالاضافه طبعا للحاجات اللي حضرتك عارفها اللي هي توفير الاحواض لغسيل الايدي والصابون والمناديل الورقيه، يعني عوامل النظافه مع العلامات الارشاديه لالزام الطلاب بالمسافه والحفاظ على ان هذه المسافه تطبق، وطبعا قياس الحراره لكل طالب قبل دخول اللجنه، ولو في اي مشتبه فيهم زي ما قلنا بيتم او تم بالفعل عمل قاعات مخصصه ليهم ويتم توجيه المشتبه لتلك القاعات. معلش يا دكتور، كانت في معلومه قراناها انه جميع المراقبين هيتم تطعيمهم قبل الدخول، يعني لازم ده شرط عشان يقدر يراقب، صح؟ ولا المعلومه مش دقيقه؟ ولازم ما هو يعني القائمين على العمليات التعليميه زي ما قلت لحضرتك كافه يتم تطعيمهم، وهو ده المستهدف عندنا، واحنا بالفعل بنعمل ده دلوقتي. جالنا كشوفات من التربيه والتعليم، بس دي اعداد كبيره هتلحقوا يا فندم؟ وبيتم اعداد كبيره من المدرسين هتلحقوا؟ دكتور خالد. الو استاذ حسام. طب انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد مجاهد مساعد وزير الصحه لشؤون الاعلام والتوعيه، شكرا جزيلا. هو بالتأكيد يا حسام ما فيش أي قلق السنة دي من مسألة الإجراءات، لأنه خلاص فعلا زي ما دكتور خالد كان بيقول أنه هي الموضوع بقى فيه قدر كبير من الخبرة وفي نجاحات سابقة لتأمين يعني وتباعد اجتماعي جيد. الأزمة في الثانوية العامة السنة دي أنه وإحنا بنقول أنه تقريبا بسبب بدء التطعيم وأنه أعداد كتيرة ابتدت تطعم، الأزمة الحقيقية في المخاوف من العملية من الإجراء بقى بتاع الثانوية العامة نفسه، وده أعتقد محتاجين نتكلم عنه في وقت تاني، لكن ربنا يسلم الجميع وإحنا قلوبنا معاك، وإحنا عارفين أن كل الناس ابتدت تاخد أجازات وإنتوا داخلين على الامتحانات، فالله يكون في العون. يخاف بالثانوية العامة ما يخافش من بالظبط ما يخافش من كورونا خالص عندنا. بس اللي يطمنا انه يعني في خطه موضوعه للتامين، وكمان كل المراقبين هيحصلوا على التطعيم، وبالتالي ده اعداد كبيره وضخمه من المدرسين، وده اعتقد انه بشكل عام هيفيد العمليه التعليميه حتى بعد الامتحانات.